يعني انا تكلمت ويا علي جاسم قلت له انت اذا مو الدوري السعودي لا تروح اي دوري بال نصحته قلت له اي دوري بالمنطقه اي دوري بالمنطقه لا تروح حتى وانا طاك ملايين الدولارات لا تفكر بالماده من تروح روح للدوري السعودي او الدوريات الاوروبيه راح تجيك الماده هي تركض عليك هي تجيك بس روح طور نفسك انت صير انت هسه ما شاء الله الله يحفظه ويوفقه من اللاعبين اللي ممتازين روح انت ابحث يعني ثقف نفسك طور نفسك عقليتك طورها روح للدوري الاوروبي لا تبحث تروح مثلا ها اعطوني كذا فريق مليون دولار مو انت ورا المليون راح تجي ترجع صح يعني بدون اي مستوى مستواك راح يهبط ومو زين روح طور نفسك زين بسؤال